للمرة الثانية في أقل من أسبوع محاولة اغتيال فاشلة يتعرض لها وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قائم، لكنها استهدفت هذه المرة مقره في معسكر قوة المهام الخاصة بقذائف الهاون، استهداف تلته ردود فعل واسعة كشفت عن حقيقة تنكر لها كثيرون، مفادها أن ميليشيات الكرامة ومن خلفها قائدها خليفة حفتر هو من يقف وراء تلك العملية. اتهامات كثيرة تلاحق قادة ميليشيات عملية الكرامة، فالقتل والخطف وانتهاك حقوق الإنسان أصبحت جزءا رئيسيا من منظومتهم الأمنية كما يقول فرج قائم. كل من يخالف يرمى في قمامة، وحاليا الناس مغلوبة على أمرها، لا تستطيع مواجهة حد. اللي يقيم بالخطف في مناطقنا واعتقال أبنائنا وقتل أبنائنا هو حفتر. نحن نوجه اتهام لحفتر لأنه هو من قام بخطف أبنائنا وهو من قام. حادثة رافقتها دعوات إلى أن يكشف وكيل وزارة الداخلية المقترحة الحقائق التي يتحدث عنها حول من يقف وراء عمليات الاغتيال والفوضى في بنغازي. يا فرج قايم، أناشدك من هذا المنبر، اخرج وافرش الأوراق، احكي بالاسم، عرب برقة، عرب ليبيا كلهم يطالبونك بذلك في رقبتك يا فرج، يجب أن تفرج هذه الأوراق. لكن الغريب في الأمر بحسب مراقبين هو طبيعة تعامل المجلس الرئاسي المقترح مع هذه المحاولات واكتفاءه باتصال هاتفي ندد من خلاله بالعملية، وهو ما يطرح تساؤلات لدى البعض حول صمت المجلس تجاه تكرار الجرائم التي تشهدها المنطقة الشرقية تحديداً.